هل الزيادة السكانية بتمشي بشكل أسرع من المتوقع ولا أنا مش بتكلم على المخطط لي، أنا بتكلم على المتوقع، ولا لا هي الزيادة ماشية بسرعة كبيرة جدا وإحنا مش عارفين نواكب هذه الزيادة؟ طيب حضرتك، يعني من أهم طبعا المشاكل كلها، المشكلة السكانية بتمثل عبء كبير جدا على الدولة، وطبعا ده يعني الدولة المفروض بتعمل على يعني شغلها الشاغل كلها أنها بتحاول تحسن مستوى معيشة الفرد، ده أهم شيء عندها. لكن بيجي عندنا المشكلة السكانية وزيادة السكان وزيادة المواليد بالذات، يعني وعدم توازنها مع النمو الاقتصادي، ده هو اللي بيعمل الفجوة الكبيرة في يعني أن المواطن ما يبقاش حاسس بالعمل اللي بتقوم بالحكومه. طبعا شايفين الدوله من يعني بصفه عامه مشاريع كثيره جدا، مشاريع قوميه بيتم تنفيذها، لكن الاحساس بهذا التغير او هذا التحسن بيبقى غير ملحوظ نتيجه الزياده السكانيه. هي الزياده السكانيه بتزيد بشكل يعني بشكل مضطرب، بشكل كبير جدا، شكل احنا المفروض احنا عشان يعني نواكب الامر لازم محتاجين نمو اقتصادي يزيد عن 9 و 10%، برغم ان النمو الاقتصادي بيزيد النهارده وصلنا لحوالي 6 او اكثر من 6.5%، لكن ما زال النهارده الزياده السكانيه بتعمل على تآكل هذا النمو. لا طبعا في زياده سكانيه كبيره، في زياده سكانيه كبيره. بتيجي منين الزياده السكانيه؟ طبعا جايه كلها من مشكله المواليد، ولو اتكلمنا بالظبط فين هنلاقي يمكن كلها متركزه في اقليم الوجه القبلي ونسبه وعدد المواليد اللي فيه ونسبه المواليد اللي فيه. يمكن بقول يمكن الوجه القبلي بالذات بيمثل حوالي من حجم السكان حوالي 39 او 40%، لكن بيجيب لنا قرابه 45% من المواليد. يعني لو عندنا مواليد في السنه حوالي 2 مليون 100 150 او يعني في هذا الرقم او 2 مليون و200 تقريبا، يعني 45% من الرقم ده بيجي من اقليم الوجه القبلي. وبالتالي اقليم الوجه القبلي بيحتاج الى تخطيط والى عمل والى يعني الى وعي، وان الدوله كلها تتكاتف الى هذا الامر في بالذات لخفض لعلاج المشكله. انا هنا بقى يا فندم في علامه استفهام كبيره قوي. ليه؟ زمان لما كنا نقول اللي حضرتك بتقوله ده كنا هنرجع السبب انه في قله تعليم هناك، في بطالة كتيرة هناك، نسب بطالة، فالناس قاعدة في البيت فالخلفة بتزيد والأعداد بتزيد، مشاكل كتيرة قوي. النهاردة بنتكلم ده، أنا لسه من شوية كنت بتكلم على خبر أنه المنيا وغيرها من مدن الصعيد أصبحت موضوع على المشهد السياحي في مصر. السياحة بقت موجودة، الصناعة بقت موجودة، نسب التعليم زادت جدا، تعليم الفتيات كمان زاد جدا في السنوات الماضية في الصعيد. ايه اللي مخلي انه اساس المشكله لسه موجود زي ما هو، اذا كانت الاسباب كتير منها بدا، مش هقول اتحلت بس بدا يتم فيه علاجها؟ طيب احنا هنقول برضو احنا وفي تحسن ملحوظ، تحسن بسيط في يعني المواليد، يعني في انخفاض بس انخفاض مش ده المرجو. يعني مثلا بنامل ان يكون يعني انخفاض مثلا بحوالي مثلا 200 ألف مولود كل سنة يقل، أو 250 أو نأمل 300 ألف، لكن هو في انخفاض لكن بسيط جدا. لكن ما زال عندنا أكتر من قضية موجودة، قضية برضو التعليم وبنبص لها وأثر التعليم، لأن الأثر ده بيجي في حتة تانية، أثر التعليم وأثر تمكين المرأة. كل ما عملت تمكين للمرأة من ناحية التعليم على مستوى يعني عالي، كل ما انا بقلل فرص انجاب السيده، بدل ما مثلا يبقى عندها فرصه الانجاب من في عمر معين مثلا من قلنا مثلا حتى من 15 لغايه 49، يبقى لو كمل تعليمها مثلا وبتاخد تعليم عالي بتخلص 23 22 وتتزوج بعدها، يبقى ده يعني فرصه كويسه. النقطه الثانيه تمكين المراه من ناحيه اتاحه فرص عمل او يعني مشاريع خاصه تشتغل فيها. كل ما كانت المراه لديها يعني فرص للعمل، كل ما هيبقى عندها وقت، محتاجه وقت للعمل، وبالتالي وقتها للانجاب ده يعني هيبقى محدود شويه، او هيبقى في توازن بين الامرين ده. ممكن في هذا الصدد احنا يعني اعلنا المسح الصحي للاسره المصريه، كان اعلنا نتيجته في يوم 30/8 الماضي. المسح ده كان اخر مسح اتعمل 2014، وبيعتبر من اهم المسوح اللي 2014 اخر مسح تم تنفيذه 2014. هو المفروض بيتم بدوريه كل 5 سنوات، قبل كده كان بيتم خارج الجهاز، لكن الحمد لله اول مره يتم داخل الجهاز يعني بعناصر
يعني بكوادر يعني مدربة من داخل مصر يعني، فأول مرة يتم تنفيذه. المسح ده كأنه هو الأساس في قياس مؤشرات المشكلة السكانية بالذات، لأنه بيتعرض لمواضيع كثيرة جدا من ضمنها الإنجاب وتنظيم الأسرة ورعاية وصحة المرأة والطفل، وبعدين حتى اتجاهات الشباب من ناحية يعني رأيهم إن هم يعني في المستقبل يعني يعني العدد المقبول عندهم أو المتوقع اللي يقدروا يخلفوه قد إيه. فده المسح ده بيعتمد عليه في الأمر ده. هي المسح ده ادانا شوية مؤشرات كتير جدا إيجابية، يعني المؤشرات الإيجابية بتاعتها لكن معظمها إيجابية، لكن بعض النقاط اللي وقفنا عليها يعني المؤشرات الإيجابية إن طبعا يعني انخفض معدل الإنجاب من كان 3.5 طفل لكل سيدة إلى 2.85، وده كويس جدا يعني الآن كويس يعني يعني في انخفاض من 2014 الآن. احنا بنأمل إن الرقم ده يوصل من 2.85، وده مخطط للدولة إن يبقى متوسط الأطفال لكل سيدة 1.6 طفل لكل سيدة، يعني يعني كل 10 سيدات يخلفوا 16 طفل. يعني بنأمل إن نوصل لهذا يعني مثلا على مدار حتى يعني بنخطط أو دولة بتخطط إن نوصل له مثلا حوالي سنة 2042، وده طبعا لو عملناه هيفرق معانا كتير جدا. أما لو احنا استمرينا بهذا الشكل هتبقى طبعا في بعض المصاعب.